اليوم انا يحصل لي الشرف انني غادي ادير واحد الطاوله المستديره حول لا ساغا دي ماروكان دالجيري، الكتاب اللي كتبوا على المطرودين المغاربه المطرودين من الجزائر داكور سنه 1975. اذا اليوم كيحصل لي الشرف انني غادي ادير هذه الطاوله. هناك ثلاثه ديال الكتب اللي غادي نقدم فيهم ديال لا ديبوتي فتيحة السعيدي ديال محمد الشرفاوي ديال ميمون أزيدة، كلهم كيصبوا حول هذا الطرد التعسفي. وي انا في الحقيقه ماشي ضحيه، ولكن كنت صغيره، كانت عندي تقريبا 7 سنين ولا 8 سنين، ولكن حضرت جدي وجده اللي طردوهم. عائله كبيره ديالتي طردوها، فيهم ولاد عمي، فيهم عمامي، باسكو انا مغربيه، الام ديالي جزائريه، الام ديالي عاوتاني ملي جاتنا ما قبلتش تعيش في المغرب، بغات تمشي لعند حبابها، حنا كنا زايدين تما، واخا انا ما طردونيش، ولكن يا اون ريبيركسيون على اللي مطرودين المغاربه علينا حنايا اونطو. وباقي في عقلي تنشوف ولاد عمي وولاد دوك الناس الكبار اللي جدي وجده اللي باقيين اللي طردوهم باقي ما بيننا. اذا جرحهم كان هو جرحنا، ماشي غير بالنسبه لي انا، ولكن بالنسبه كاع لخوتي. واليوم غادي نحضر واحد النقاش غادي يدور حول مغاربه الجزائر. المهم جاء العيد الكبير في 75، بدات السلطات الجزائريه تتجمع في المغاربه وتتقول لهم غادي يلاه نديروا معكم تحقيق في الكوميساريه وغادي نرجعوكم. وهي في الحقيقه كان طرد تعسفي ديال كاع العائلات المغربية الموجودة خاصة في غرب الجزائر. تقريبا غادي دخلنا حنا في 47 سنة اللي وقع هذا الحدث، وفوق ما تنتلاقاو هذاك الجرح تيعاود يطلع، وبحال اللي يلاه البارح اللي طردونا من الجزائر. هي حنا صبرنا فوق القياس، يعني صبرنا 47 سنة كل سنة تنقولوا ربما الجزائر غادي دير شي خطوة باش تعترف بهاد الجريمة اللي قامت بها في 75 وترجع الحقوق للمغاربة اللي طردوهم في 75، لأن هما تيعترفوا بأن ورقة سوداء كتبت من السلطات الجزائرية في تاريخ الجزائر وفي تاريخ المغرب العربي. إذن احنا ما ناويينش نطلقوا من هاد الملف، لأن والدينا وجدودنا توفاو، بزاف توفاو بحسات قلبية. علاش على هذا الشيء؟ لان بحال اللي تخدعوا، لان داروا الثقه ديالهم الكامله في الجزائر، والجزائر خدعتنا. الوالدين كانوا ديما تيقول لك راه حنا ولادنا كل شيء درناه في الجزائر، ما عمرنا نوينا يجي واحد النهار السلطات الجزائريه تطردنا بهذا الشكل.